هنا سؤال الأخ أبو عادل عن خدمة الزوجة لزوجها، هل هي لازمة واجبة عليها؟ بين الزوج والزوجة عقد، وهذا العقد يتضمن شروطا، هذه الشروط منها ما هو مذكور ومنصوص عليه في العقد، ومنها ما يكون يتعارف الناس عليه، فما تعارف الناس عليه من قيام الزوجة بحقوق الزوج فإنه يدخل في ضمن العقد. ولذا قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا طاعت الزوجة زوجها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وأدت زكاة مالها وصامت شهرها وأدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. فالمقصود أن ما تعارف الناس عليه من قيام الزوجة بحق الزوج يكون بمثابة الشرط المتعارف عليه في عقود الأنكحة.